ولك يا بني آدم. يزعل. ولك عم تشتغل كأنك مانك مشتغل بحياتك. لا في خطة ولا نكاشة في المنطقة ولا بتعرف شيء. شو بدك تفجر حالك يا؟ يزعل. خلينا نعملها مثل ما لازم نعملها بالعادة. فكر. ولك فكر مين اللي أعطاك العنوان؟ ريهام. هاي البنت كانت بايعتنا كل هالوقت، ليش ما بتتوقع انه هلا بايعتنا كمان؟ ولك بركي عاملين لك فخ لتفوت عليه وبايدك سلاح، لك حتى هذا الزلمه معنو مطلوب، بحق له يقتلك دفاع عن النفس. ولك يا ابني والله هذا فخ، اسمعني هذا فخ. اذا كان صاير هيك فرح ازعل عليه كثير، على توفيق. رح ازعل كثير على هالزلمه، يا حرام قديش بيحبها. رح ازعل عليه من كل قلبي. بعرف شو يعني اخونك اللي بتحبه. يعني انت بتضل عم تستناني. يسهل. اذا ما قدرت تشوفه لتوفيق ما تخليه يجن اكتر. وخذ البار الك. ايه تذكرت. شو تذكرت يا شاطر؟ شو قصتك مع عزاد؟ السرقة فكرة سردار. انت قلت لي، وحتى قتل الحارس، وهلأ هالحقير قتل لي أخي مجد بكل دم بارد. روح أخي روح. روح ولا تخاف، أنا رح أحمي ظهرك. بس أسمع صوت رصاص بجي دغري بالسيارة. الباب. مشان البزر اللي طلبته امبارح. وقت اللي قلت لي بزر تزك. إيزيل. هاي مشان دم أخي. ليش عطيتك عنوان سردار؟ لأنه بدي إيزيل يجن ويروح يقتل سردار بإيده. بدي أعمل هذا الشيء قدام عيشة. دبرت هذا الشيء وما رح تخلص القصة هون. أنا رح أتدخل بالموضوع وراح خبر العيشة كل شي عمله كنان معه بالتفصيل. ليش شو عمل؟ كنان أمر سردار بقتل مجد. بس بيّن حادث. وأنا سلمت سردار ليزيل. شو استفدت من هالشي؟ شلون يعني شو استفدت من هذا الشي؟ راح تعرف عيشة وراح تنسى يزيل وراح تنسى كنان وما عاد راح يوقفوا بطريقي. وراح نأسس أنا وياك لعبتنا الكبيرة وراح نرجع نطلع لفوق مثل الأول. أنا وياكي. أنت بتخوف. ريهام حبيبتي، ما بيصير تقضي عمرك بالبكى والندم. البكى ما بيفيد حدا. مين جده؟ جان يلا روح لعند أمك. يلا جده روح لعند أمك. عمو إيزيل؟ شو قاعدين عم تعملوا على الباب؟ ها؟ شو عم تعمل هون؟ وليش جان هون؟ جبته مشان يزور جده. انت شو عم تعمل؟ امي إيزيل. على شو اتفقنا؟ شو بدك تسرقي؟ شو رح تضربني هلا؟ ها؟ رح تضربني قدامه لجان؟ كان في اتفاق بيني وبينك، بتلتزمي بهذا الاتفاق. رح رجع جان على البيت. ما رح تاخده على محل، هذا ابني إلي. تعال معي. ما رح تجيبيه مرة تانية لهون. إذا جبتيه مرة تانية إيزيل.
بتحبي احكي له كل شيء عايشة؟ بتحبي اقول له مين امه الظريفة؟ ماني رايح، اتركني. رح اخذه لعند امي مثل ما اتفقنا. ما رح روح، اتركني. جان اهدى، جان ايزل. عمو علي عم يوجعني، خليه يتركني. ماشي حبيبي، تعال مو مشكلة، تعال خلينا نروح شوي. وانت؟ انت شو هو؟ شو اللي عمله؟ شو يلي عمله؟ شو يلي عمله؟ ايزل فيو، روح سافر لوين ما بدك فيو. خلصنا كل شي صار من الماضي، صار يلي صار من زمان وخلص. أخذت مني أختي، ما كفاك هالشي؟ ما رح خليك تلمسه لأبي. خلصنا عمر، خلصنا. شو رح يجوا مشان ياخذونا؟ خلصني. هذا الزلمة مجنون وأخذه لجان. ليش أخذتي جان؟ أنا قلت لك بتروحي أنت، ما قلت لك خديه. جان بحبه لأبي، قلت رح ينبسط. على كل جنكيز رح يجوا ياخذونا ولا أتصرف أنا من عندي. لا توخزيني، لا توخزيني. ليكن على الطريق رح ياخذوكم، بس ما تتوتري. ماشي إيزيل هو يلي عقد الأمور مو أنا. أي ماشي. جنكيز بدي أعترف لك بشغلة. أنا سبق وطلبت من كناني لإلي أبي، بس أنت اللي لقيته مو هو. بشكرك. ما تستخفي بجنكيز عيشة، يمكن الكل نسيه بس أنا ما نسيت. أنا كمان من عيلتك. راحوا بابا، ما تقلق. بنتي عايشة، أنت ناديتي عمر ما هيك؟ العمى مضى كل هالوقت وراجع هلأ بده ينتقم منا، معقول هالشي؟ مو معقول، كيف ما فهمت؟ ماشي، وكيف قدر يترككن هيك؟ ليش هلأ هو وعلي عم يمشوا مع بعض؟ لأنه خلصنا. كنت بعشقه كتير لهالزلمة، حتى أنت ما قدرت تقيمه من قلبي، ولا جنكيز ولا حتى كنان، بس إيزيل قدر يدمره. خلصنا وخلينا ننسى بابا، ما في داعي. كيف فينا ننسى يا عايشة؟ حفيدي جان بيكون ابنه ما هيك؟ معناتها الحكي مجد أخوه؟ اجت السيارة، يلا بابا. بيعرف.